صلاح الدين! صلاح الدين! صلاح الدين! اسمعوا! المصري قادم! حاولوا أن تبدو أذكياء! إن كان ذلك ممكناً، هذا الرجل جودت سيقتلكم لأقل هفوة! إنه تاجر شرس، وأنا أعني ذلك بالفعل! ها هو آتن! إنه آتن! لا، إنه آتن! تذكروا، إن أحسنتم خدمته تكسبوا، وإن أسأتم إليه لن تحيوا ليوم آخر! أهلاً بك في معسكري. أنت القائد بهرام؟ وأنت جودت؟ أجل أنا، أرى أن سمعتي سبقتني. أعتقد أن عندك صفقة لي. أواثق أنك أنت جودت؟ أنا المعاون الأول لوزير الأشغال العامة. والآن هل تريد أن تتم الصفقة أم أذهب لغيرك؟ حسن، تفضل، البضائع من هنا. لا، ليس الآن بعد هذه الرحلة الطويلة. وصلت الرمال في جسمي إلى حيث لم تصل من قبل. كيف تعيشون هكذا؟ سأحتاج إلى حمام أولاً بماء وصابون إن توافر. أنا أحب الماء ساخناً، أسمعت؟ ساخناً. بعد هذا بعض البلح ثم بعض الكباب. أفهمتم؟ عجباً، يبدو أن القائد سيتحول من الآن إلى مربية. لما الضحك؟ أضحكاني معكما؟ مربية شيء مضحك. حسناً، هيا بنا. لا، ماذا تفعل؟ أنقذ حياتك وحياتنا. إن لم تنجح خطتك سنقتل كلنا. هل فكرت في ذلك؟ سأخرج من هنا. لا، لن تخرج. أخطأت بهذا. مجنون، دفع عن هذا يا غبيان. إن تأذى أحدكما سيقطع القائد رؤوسنا. كفى. الآن آسف، لقد تحمست قليلا. هيا بنا لنخرج. ألم أقل لك إنكم رجال؟ لستم ملك أي أحد سوى خالقكم. كنتم أحراراً وستعودون أحراراً، لكن يجب أن تقاوموا. تعالوا. رأيت، لن يخرج أحد سوانا. حسن أيها القائد، متى أستلم بضاعتي؟ حين ينتهي رجالي من عد النقود. ليس لأنني لا أثق بك، ولكن لأنني لا أثق بك. ولكن يا بهرام، الثقة هي أساس أي صفقة تجارية. لا، بل هو المال، وفي وجود هذا الثقة لا تعني الكثير. شعرت بالقلق يا جودة، أنت متوتر، يجب أن تهدأ. أين روح الدعابة؟ أجل، كانت دعابة ظريفة. ما هذا؟ مساء الخير. اللعنة، من هناك؟ ماذا حدث؟ لا شيء، ظننتني سمعت صوتا. أخطأت.
بهرام، اخرج إلي يا جبان. أعترف أنني فعلاً منبهر. أنا سأقضي عليك. من هذا؟ جزء من بضاعتك. شجاع، ألا تظن؟ يا رجال، أيها الحراس، حان وقت العرض. أهذا أفضل ما عندك؟ من أنت كي تتحدى القائد بهرام؟ أنا صلاح الدين ابن أيوب فارس دمشق، ووجهي هو آخر شيء ستراه في حياتك. لأنه ملكي. سوف أرد لك ثمنه كاملاً. لا بأس إذن. ألا يجدر بأحد أغبيائك أن يراقب الخيل؟ الآن يا دانكن، هل يقتله أحدكم رجاءً؟ سنقاتل معك. سنقاتل. أيها الجبناء! صلاح الدين، أتريد حصاراً؟ أين كنت؟ ألم تسمع بالدخول البطولي؟ شنيعاً. يوم شاق. أسرع من هنا. أين حصانك؟ خارج المعسكر. وجدت لك حصاناً آخر، حصاناً عصبي المزاج. آه لا، اسمع، أنت لا تحبني وأنا لا أحبك، ولكننا نريد أن نهرب من هنا، فهمت؟ سأعتبرها موافقة. هيا لنتحرك. من هذا؟ دانكن طارق. طارق دانكن، انتظراني. ماذا ستفعل؟ نسيت شيئاً، سأعود على الفور. لا تقف هكذا، أطفئ النيران. أيعجبك سيفي؟ أعده إلي، أريد رأسه معلقاً على رمح في الصباح. لا يمكننا أيها. لماذا لا؟ أخذوا الخيول كلها. هذه مهزلة. دعني الآن. وافقت على التعامل معك لأنني سمعت أنك تحسن عملك، والواقع أنك غير ذلك، فبضايع الآن في طريقها إلى دمشق. أريد أن ترد لي ما دفعت وأن تدفع لي تعويضاً عن الوقت والتعطيل. ولو أنا لا أحب أبداً دفع المال، فذلك يعتبر
تبذيراً. خذوه بعيداً عني. لا يمكنك أن تفعل بي هذا. ألا تعرف من أنا؟ أنا أتلقى أوامري من خليفتي. أهنئك، قريباً ستتلقى أوامرك ممن هو أعلى شأناً. صلاح الدين. كدت تقتل من أجل استعادة سيف؟ ليس السيف فقط، فقد فزت بصديق جديد. أنت تحرجني. يقصد الحصان. حسناً، والآن يجب أن أرحل. الخطة نجحت، دعنا لا نكررها أبداً. ودان، دانكن انتظر، أنت ساعدتنا فعلاً. يمكننا أن نستفيد من شخص يحسن القتال. أتعرض علي عملاً؟ تعرف أنه من الفرنجة. ليس ذنبه. اسمع يا دانكن، عندك عمل آخر؟ أحتاج فعلاً إلى العمل، إلى أن تأتي فرصة أفضل. المحطة التالية تدمر. هيا. تدمر من هناك. أعرف، كنت أختبركما. مستقبلنا مظلم.